السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء عشاق علم الهيستولوجي. آسف جدا على التأخير، بس التأخير في الفيديوهات ده لسببين اتنين. السبب الأولاني إن أنا عندي دور برد تعبني جدا، فادعولي بالشفاء. السبب التاني إن كان عندي حالة وفاة كمان، فندعو للمتوفي بالرحمة. عايز أكلمكم في موضوع كمان كده، أنا شايف إن التفاعل على القناة قليل جدا، وأنا بحذركم، صدقوني بحذركم. انا مش عايز اقول لكم اليوتيوب بعتالي كام رسالة الفترة اللي فاتت دي، عشان انا كنت مشغول شوية عن القناة. بيكلموا بيقولوا ان القناة هتقفل لو مفيش تفاعل عليها ومفيش لايكات كتير ومفيش كومنتات كتير، القناة هتقفل. فلو قفلت القناة دي اعرفوا انها مش هيبقى بسببي انا، هيبقى بسبب قلة التفاعل بتاعكم على القناة. اكلمكم بقى عن المحاضره بتاعت النهارده، اللي هنتكلم فيها عن حاجه اسمها الكارتليج او الغضاريف. طبعا احنا كنا قاعدين بنتكلم يا جماعه في الفيديوهات اللي فاتت، احنا كنا اتكلمنا مع بعض عن الابيثيليوم تيشو وعن الكونكتيف تيشو. والكونكتيف تيشو ده احنا كنا اصلا مقسمينه على اساس الماتريكس بتاعته الى ثلاث انواع. نوع اسمه البروبر كونكتيف تيشو، وده بيبقى عنده سوفت ماتريكس. ونوع تاني هناخده اسمه الكارتليج، والكارتليج ده يا جماعه هتلاقوا ان هو بيبقى عنده رابري، يعني بتبقى مطاطيه. وهناخد المحاضره الجايه او المره الجايه مين البون اللي بيبقى عنده هارد ماتريكس. وطبعا كالعاده الدكتوره بتحب تراجع لكم شويه اهو. بنقول ان الكونكتيف تيشو، انواع الكونكتيف تيشو على اساس الفيزيكال نيتشر بتاع الماتريكس، في البروبر كونكتيف تيشو والكارتليج والبون. قلنا البروبر ده بيبقى عنده سوفت ماتريكس، الكارتليج بيبقى عنده رابري ماتريكس، البون بيبقى عنده هارد ماتريكس. وخدنا انواع الكونكتيف تيشو في الفيديوهات اللي فاتت، خدنا الايريولار لوز كونكتيف تيشو، وخدنا الفايبرس كونكتيف تيشو، وقلنا ان كان في واحد كولاجينس وايت فايبرس كونكتيف تيشو. هتقولوا لي لا بس ده لونه احمر، اقول لكم اه ده لونه احمر بعد ما اتصبغ بالفان جيسون ستين. كان في اليلو ايلاستيك كونكتيف تيشو اللي كان بيبقى لونه اصفر، وحتى بعد ما بيتصبغ بيبقى لونه اصفر بالفان جيسون ستين. وكان في الريتيكولار كونكتيف تيشو اللي كان بيبقى لونه بلاك بالسيلفر اي ستين. وخدنا نوع كمان من الكونكتيف تيشو اللي هو اسمه الاديبوس كونكتيف تيشو، واتكلمنا عن انواعه، وعرفنا ان في منه نوع براون وفي منه نوع وايت، وقلنا عملنا مقارنه ما بين الايه الاثنين، وعرفنا ايه الفانكشنز بتاعته. كان في واحد كمان اسمه الميكويد كونكتيف تيشو اللي بيبقى موجود فيه هيالورونيك اسيد بكميه كبيره، وموجود فيه برانشد فايبرو ايه بلاست، وقلنا ان هو موجود في الامبلايكال كورد. ما قلت لكم شكل الراجل اللي بيضحك، موجود في الامبلايكال كورد بتاع اللي هو الحبل الايه السري، موجود في الفيتروس هيومر اللي هو السائل الزجاجي بتاع العين، وكمان موجود في البالب اوف ذا تيس اللي هو الجدر بتاع الاسنان. هنتكلم بقى اهو تاني، بنقول ايه انواع الكونكتيف تيشو، ان على اساس الفيزيكال كاركتر بتاع الماتريكس، يا اما يبقى سوفت يبقى اسمه بروبر، او روبري فيبقى اسمه كارتليج، او هارد فيبقى اسمه ايه بون. لو مسكنا ايه صفات ايه صفات الكارتليج، اولا هو اقدر اقول عليه ان هو موديفايد تايب من الكونكتيف ايه تيشو. كالعاده الكونكتيف تيشو بيتكون من خلايا والياف وماتريكس، بس هنا الماتريكس بتاعته بتبقى فيرم اند روبري، يعني اه صحيح هي صلبه بس روبري مطاطيه مرنه. وعندي برضو ثلاث انواع من الماتريكس وثلاث انواع من الكارتليج على اساس الكومبوننت بتاعت الماتريكس، يعني الماتريكس بيتكون من ايه. ناخد اول نوع كده اسمه الهايلاين كارتليج او الغضروف الزجاجي. نعرف الاماكن بتاعته هو موجود فين، بيبقى موجود في اللونج بوم بتاع الفيتس، بيبقى موجود في التراكيال او الريسبيراتوري، وبيبقى موجود في الكيج اللي هو القفص الايه الصدري، بيبقى كمان في اللي هي اسمها الكوستال كارتليج اهو، اللي هي موجوده في القفص الايه الصدري. تعالوا نشوف كده، بقول اهو ان هو موجود في اللونج بون بتاع الفيتال سكيلتون، موجود في الريسبيراتوري كارتليج اللي هو بتاع التراكيا، بتاع التراكيا اللي هي القصبه الايه الهوائيه اهي، كمان بيبقى موجود في الكيج اللي هو اسمه الكوستال كارتليج زي ما قلنا، وكمان موجود عند ما بين المفاصل اسمه الارتيكولار كارتليج اوف ايه اوف جوينت، ما بين المفاصل بيبقى اسمه الارتيكولار كارتليج. تعالوا نشوف كده تاني اهو، نراجعهم. قلنا ان هو بيبقى موجود في اللونج بون بتاع الفيتال سكيلتون، بيبقى موجود في الريسبيراتوري كارتليج اللي هو قلنا بتاع التراكيا، بيبقى موجود في الارتيكولار كارتليج اللي هو ما بين المفاصل، بيبقى موجود في الكوستال كارتليج اللي هو بتاع الكيج او بتاعه القفص الايه القفص الصدري. عرفنا اماكن الهايلاين. طيب عايزين نشوف بقى تركيبه.
اولا هو بنلاقيه محاط بغشاء من بره كده اسمه البيريكوندريوم، اسمه البيريكوندريوم اهو. والبيريكوندريوم ده بيبقى موجود في بلاد فيزل، يبقى اذا هو فاسكولار، وهيبقى هو مصدر الغذاء للي تحتيه. اه هو فاسكولار كونكتيف تيشو ميمبرين، بيتكون من البيريكوندريوم ده نفسه بيتكون من ايه؟ بيتكون من طبقه بره بتتكون من فايبروس لاير، بيبقى فيها كولاجين، وبيبقى فيها البلاد فيزل، بيبقى فيها الفايبرو بلاست. وانتوا عارفين الفايبرو بلاست دي هي اللي بتكون الفايبر. اما الطبقه الداخليه يعني هو بيتكون من طبقتين، هو نفسه بيتكون من طبقتين، طبقه بره بتبقى فايبرس وبيبقى فيها كولاجين وبيبقى فيها فايبرو ايه، فايبرو بلاست، وبتبقى غنيه بالبلاد فيزل، وطبقه داخليه بيبقى موجود فيها كوندروجينيك لاير، ودي بقى اللي هنلاقي فيها خلايا اسمها كوندروبلاست، هنلاقي فيها خلايا اسمها الايه، الكوندروبلاست. طيب ايه وظيفه البريكوندريوم؟ بيغذي لان هو موجود في البلاد فيزل، بيساعد ان هو يمسك في التندونز اللي هو الاوتار، الكارتليج بيساعد على تكوين الكارتليج نتيجه الجروس اند ريبير، لو الكارتليج ده اتقطع ولا حاجه، او اثناء الايه، اثناء النمو. هنشوف بقى الخلايا بتاعته. احنا اتفقنا مع بعض تاني يا جماعه نراجع، احنا قلنا الحته اللي فوق دي اسمها ايه؟ اسمها البيري كوندريوم، صح؟ البيري كوندريوم ده بيتكون من طبقتين، الطبقه اللي بره اللي بتكون ايه؟ اللي بتكون فايبروجينيك، بتتكون من فايبر بيبقى موجود فيها الايه؟ الكولاجين، صح؟ والطبقه اللي تحت دي بتبقى كوندروجينيك لان بيبقى موجود فيها الكوندروبلاست. ادي الكوندروبلاست اللي احنا بنتكلم عليها. معلش، الطبقه اللي انا كنت مشاور عليها دي كلها هي الفايبرس او الكولاجينيك. ادي بقى الكوندروبلاست، الحته اللي انا بتكلم عليها اللي هي الايه، الكوندروبلاست اهي. هنلاقي انها دايما بتبقى عباره عن خلايا صغيره في يعني هي يانج صغيره، وبلاقي انها دايما موجود فيها سنترال ايه، سنترال نيوكليس، عاده بتحب تبقى موجوده سنجلي يعني موجوده ايه لوحدها، وعاده بيبقى حواليها فراغ كده اهو. بقول انها بتبقى يانج اكتيف سيلز، بتبقى فلات، عندها سنترال نيوكليس، بيبقى عندها بيزوفيليك سيتوبلازم، يعني السيتوبلازم بتاعها بيتصبغ بصبغه مين بقى؟ الميسيلين بلو اهو. وبتبقى غنية جدا بمين بقى؟ غنية بالرف اندوبلازمك ريتيكولم، موجود فيها ريبوزومز، موجود فيها جهاز جولجي، موجود فيها جلايكوجين، موجود فيها الكالاين فوسفاتيز، ده انزيم اسمه الالكالاين ايه، فوسفاتيز. وبتبقى قلنا انها موجودة سنجلي، نادرا اما الاقيها ايه، هي سنجلي بس، خلوها سنجلي بس اندر البيري ايه، البيري كوندريوم. اما بقى الكوندروسايتس، الكوندروسايتس دي بقى خلية كبرت شوية جاية من الكوندروبلاست اهو، دي الماتشور بتبقى ديب اعمق شويه، يعني عايز اوريكم هنا الطبقات اهي مع بعض. ادي الطبقه اللي بره دي اللي هي مين؟ اللي هو البريكوندريوم. ادي الطبقه اللي تحتيه دي اللي هي بتبقى كل واحده سنجلي اللي هي الكوندروبلاست او الكوندروجينيك اللي موجود فيها الكوندروبلاست، وادي بقى مين؟ وادي اللي هي الكوندروسايتس. الكوندروسايتس بقى اذا كانت الكوندروبلاست موجوده سنجلي يعني موجوده كل واحده لوحدها كده، لا، الكوندروسايتس عاده بتبقى موجوده في جروبس وبنسميها نست، سيل نست. ونفس الكلام على فكره، هو الكوندروسايتس بس بتبقى ماتشور اكبر شويه في السن، بتبقى اعمق، بتبقى موجوده سنجلي او ان جروب، بس هي الاكتر ان جروب جوه اللاكيونا، شفتوا في فراغ كده اسمه الايه، اللاكيونا، وبيعمل حاجه اسمها السيل نست. عندها برضو بيزوفيليك سيتوبلازم موجود فيه نفس المكونات، رف اندوبلازمك ريتيكولام وريبوزومز وجولجي اباريتس وجلايكوجين والكالاين فوسفاتيز ايه، انزيم. بتنقسم بسهوله عشان تعمل مجموعه من اثنين او اربع خلايا اسمها السيل ايه، نست، واحنا قلنا الكلام ده. ايه وظيفه الكوندروسايتس بقى؟ الكوندروسايتس هي اللي بتكون الماتريكس، هي اللي بتكون الايه، الماتريكس، وبرده بتنقسم ومسؤوله عن الجروس بتاع الايه، بتاع الكارتليج. الماتريكس بقى، الماتريكس بتاع الهايلاين، احنا بنتكلم دلوقتي عن الهايلاين، هنلاقي ان هو ترانسبيرنت اند روبري، هنلاقي ان هو ترانسبيرنت ايه اند روبري نتيجه وجود الكوندرويتين سلفيت، حتى احنا بنقول عليه كوندروجينيك، والكولاجين فايبر اللي بيمثل 40% من الوزن ايه بتاعه. ملوش طبعا بلاد فيزل، فبيعتمد على البلاد فيزلز او الغذاء اللي جاي له من مين؟ من البريكوندريوم لو تفتكروا. بيستقبل النيوتريشن من السراوندنج كونكتيف تيشو بيري ايه؟ بريكوندريوم، وبرده بيبقى بيزوفيليك، بيتصبغ بالهيماتوزايلين والايوسين او التولويدين ايه؟ بلو. دي مراجعة سريعة كده على الهايلاين كارتليج، قلنا انها
مين شاطر بقى يقول معايا الطبقة اللي بره دي هي البيري كوندريوم اللي قلنا انها بتتكون من كولاجين فايبر بتمثل 40%، الطبقة اللي تحتيها اهي اللي هي الكوندروجينيك شايفينها اللي بيبقى موجود فيها الخلايا اللي هي مين اللي هي الكوندروبلاست، قلنا انها بتبقى موجودة سنجلي وبتبقى موجودة جوه لاكيونا، يمكن الدكتورة مش كاتبة ان هي موجودة جوه لاكيونا. ولما ندخل ديب بقى لتحت هنلاقي ان في كوندروسايت، دي كان اسمها الكوندروبلاست، هتبقى الكوندروسايت اللي ممكن تبقى موجوده سنجلي او ممكن تبقى موجوده في جروبس بنسميها الايه النست، بنسميها النست. وده الماتريكس اللي احنا قلنا ان هو بيبقى موجود فيه ترانسبيرنت وربري نتيجه وجود الكوندرويتين ايه سلفيت وموجود فيه كولاجين 40%. اكمل معاكم الانواع التانية الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بفكركم تاني التفاعل على القناه وكتابه كومنتات وشير واعملوها ستوري، انا ماليش قوي في التكنولوجيا، انتوا اشطر مني في الحدوته دي بكتير، فتصرفوا وانشروا القناه عشان القناه ما تقفلش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.